أهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتي طالبة الصف السادس، أسبوعا موفقا مليئا بالخير والمسرات أتمناه لكم. في هذا الدرس أحبتي وخلال هذا الأسبوع سوف نسلط الضوء على صلاة الوتر وعلى أداء صلاة الوتر، ولا بد أن تعرف عزيزي الطالب أنها من الصلوات المسنونة التي تؤدى تقرباً لله سبحانه وتعالى. ولا بد أن تعرف أن المقصود بالصلوات المسنونة أي الصلوات غير المفروضة كالوتر والسنن والرواتب. لا بد أن تعرف عزيزي الطالب أن صلاة الوتر هي الصلاة التي تؤدى بعد صلاة العشاء ويستمر وقتها إلى طلوع الفجر، أقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة، ويستحب ألا تقل عن 3 ركعات. سميت صلاة الوتر بهذا الاسم لأن عدد ركعاتها فردي. أما عن حكمها فهي سنة مؤكدة، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أما السنة المؤكدة هي كل دوام سيدنا رسول الله عليه وسلم قام بفعله ولم يتركه إلا نادرا. والآن نسأل عزيز الطالب: ما كيفية أدائها؟ فإذا أراد المسلم أن يصلي الوتر 3 ركعات فإنه يصلي ويقرأ في كل منها سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، ويستحب قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص في الأخيرة. ولا بد أن نشير عزيزي الطالب إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، إما ركعة، ركعتان بتشهد وتسليم، ثم ركعة واحدة، 3 ركعات، أو 5 أو 7 أو 9 وإلى آخره. لا بد أن يتعرف الطالب إلى الصلوات المسنونة أو بعض الصلوات المسنونة غير صلاة الوتر، ومنها صلاة الكسوف والخسوف، وهما كذلك سنة مؤكدة، وعدد ركعتها ركعتان اثنتان، ويستحب أن تصلى في جماعة وأن يطيل الإمام فيهما قراءة القرآن الكريم. أما أحبتي الطلبة، لابد للطالب أن يتعرف إلى مفهوم السنة المؤكدة، فهي كل ما داوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يتركه إلا نادرا أي قليلا. ثم بعد ذلك أحبتي الطلاب، وبعد أن تعرفنا إلى مفهوم وأهمية صلاة الوتر وكيفية أدائها والحكمة منها والحكم الخاص بها، لابد أن ننهي هذه الحصص بحل أسئلة التقييم الخاصة في الدرس. دمتم بخير وإلى اللقاء.